سنجبر الحكومة على تطبيق القانون، وهذا قلناه في أول تحرك 16 تاريخ 16 جوان، وقت قلنا سنجبر الحكومة على تطبيق القانون. وقتها رفض رئيس الحكومة اللي قبل هذا أنه يقابل، وحجته كانت أنه مكرم الحجري وبشير الخلفي ما يطلعوش. وهبط السيد وزير عياش الهمامي وقابلنا في الشارع، ورغم ثقتنا في عياش الهمامي وقتها قلنا له لا يمكن معناه باش يكون لقاء في الشارع واحنا معنا الثقة في الحكومة. فحضرنا سيد بشير العبيدي كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليشهد عما سيقوله، وتعهد بنشر التقرير ونشر التقرير، هذا المكسب اللي جاء. ثم نشر الأمر الترتيبي 211 الصادر 28 فيفري 2018 في سابقته، كنت أنا وسي بشير الخلفي في الحبس بعد حادثة السيد مستشار رئيس الحكومة وقتها اللي هو السيد بلال في نفس الموضوع. معناها كل ما تعتبروه من إنجازات ما جاش تطبيقا للقانون أو لأنه الدولة ماشية في مسار، جاء بفضل نضالات الناس. اليوم مثلا الدولة معناها المسألة هذه تتحرك بها بالمناسبات، وقت يجي الضغط تعمل لك حويجة على المقاس. ثم تحكي على إصدار الحساب الجاري، انا هاو سينجيب يظهر لي معناها هو رتريت وقال خمسه معناها يرثى لها الجبين، تو نحوا له حتى 100,000 ونحاولوا نتبرعوا بها في الصندوق. فماش سينجيب صندوق، كلها مسرحيات لتهدئه الضحايا. والسيد هذاك عبد الرزاق الكيلاني هو امورتيسور للحكومه في علاقه بالضحايا. الحساب المفتوح هتهز 10,000 قول بصب فيه، وانا عندي اول المتبرعين اللي فايت صندوق الكرامه الشاعر وعضو هيئه سابق اللي هو عادل معيزي تبرع بعائدات كتابه اللي فايت اداره الصندوق، ومشيت انا وياه فما الصندوق، لانه الصندوق يحدث بامر ويكون له عنده امر صرف. معناه ما فماش صندوق بل اللجنه، اللجنه وفقا للامر الترتيبي 211 الصادر في 28 فيبري، ممثل عن رئاسه الحكومه رئيس لجنه، ممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، ممثل عن وزاره التربيه، ممثل عن وزاره الصحه، وثمانيه وزارات ممثل، ويحدث لها مقر وموظفين تحملوا مصاريفهم على رئاسه الحكومه. هذا الامر ايش يقول؟ هذا كله ما فماش، ويوهمون الناس والضحايا، وهاو عبد الرزاق وهاو علي وهاو بالقاسم، ما ثم شيء من هذا. هذه دولة معناها تتصرف تصرف القبيلة